انا فاهم. انت هنا عشان تتعالج. انتوا مين طيب؟ والله الحاج صفوت موصينا عليك. هو كده موصي عليا؟ امال لو مش موصي كنت رميتني فين؟ في اي اوضه مع بقيه المدمنين او مع نفسي. طب انا عايز فوطه. مفيش. طب ابعت اي حد يجيب فوطه او حاسب صفوت، هو مش موصيك؟ مفيش حد هنا بيجيب حاجه لحد. عندك خدمتك اللي عليك، لو ما نفعتش عندك البطانيه. طب انا عايز ملايه. مفيش. طب عايز اروح الحمام طيب. مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ مفيش. الميه المخروبه دي فيها ايه؟ فيها 4 حيطان وانت وهدمتك والسرير اللي انت نايم عليه. انا مش هنام هنا. اوعى اوعى بقول لك، اوعى سيبني بقول لك، انت مؤمن يا ابن الكلب. اوعى بقول لك سيبوني يا ولاد، فكني بقول لك. الطريقة اللي شحنتونا بيها دي، انتوا كده خاطفيننا على فكرة. مامتك هي اللي خطفتك، انا ما اعرفش اي حاجة عن شحنك، ولو كانت كلمتني قالت لي انها تشحنك بالطريقة دي كنت اقول لها ما ينفعش. كويس ان انتوا عارفين الطريقة دي مش هتنفع. ايوه بس انا وانت دلوقتي في الامر الواقع، انت هنا. مامتك طلبت مني ان انا اشرف على علاجك. مين قالك اني عايزه اتعالج اصلا؟ انا مش عايزه اتعالج، انا حره. انت مش حره قوي يعني، انت لسه قاصر ومامتك مسؤوله عنك. لا انا جوزي هو اللي مسؤول عني. فين علي؟ ما اعرفش هما ودوه فين. احنا يعني مش في التبه؟ لا انت مش في التبه. مين اللي قالك كده؟ اللي شحنونا قالوا لي عليه ان احنا رايحين التبه. لا انتي في مستشفى. التبه دي بيشحنوا فيها رجاله بس. طب ممكن الموبايل اكلم بابي؟ حاضر بس مش دلوقتي. حاولي تاكلي حاجه. نعم والنبي عايز اتشطف واغير هدومي. مالكش عندنا هدوم عشان تغيرها. يعني ايه؟ هفضل كده؟ الصبح ان شاء الله هتلاقي نفسك ناشف وزي الفل. لا انا عايز اغير هدومي. لا لا مش قادر. انت بتعمل كده ليه؟ انا هنا بفلوسي، انا هنا بفلوسي، انا هنا بفلوسي، وهبلغ عنكم واجيب دورة في المكان ده. ان شاء الله لما ربنا يهديك هتتطهر وتتوضى ونصلي جماعة. معلش يا أماني ممكن تسيبينا 5 دقايق بس؟ بس كده؟ انتي تأمري يا مريوم. على فكرة دي كانت اوضتي قبل كده، وانا اللي طلبت من شريف ان انا ابقى مشرفة عليكي، يعني قلت اجرب فيكي. اصلا بصراحة اول مرة ابقى مشرفة. انا مش عايزة مشرفين. انا كمان ما كنتش عايزة مشرفين، بس بعد شوية اكتشفت قد ايه وجود المشرفة مهم في حياتي. احساس حلو لما تلاقي حد موجود عشانك في اي وقت من غير ما يطلب منك ولا حاجة. طب انتي عارفة ان انا عارف ماما من واحنا قد كده؟ بس امك بقى طول عمرها كانت البنت اللي عقلك كمبل، وانا كنت شقية الطايشة زي كده بالظبط. ما يغركيش ان انا بقيت دلوقتي مدمنه متعافيه ومشرفه وكده. يعني زمان كنت اجنن البلد والله، بس خلاص بقى خلفت وبقى عندي بنوته هبقى اعرفك عليها. نفسي لما تكبر تبقى ذكيه زيك. ما هو شريف قال انك انت ذكيه جدا. انا لازم اقوم بقى عشان اروح اجيبها من الحضانه، بس هعدي عليك بكره الصبح. تكسر المعلقه او تضيعها، مالكش واحده تانيه. لو حصل لها حاجه هتاكل بايدك. لو ما اكلتش هتستنى لبكره. مش هاكل، الاكل مقرف قوي. معلش، بكره تتعود عليه، اصلا مفيش غيره. لو فكرت تقرب ناحيه اكلها عقابك هيكون عسير. الشيخ هو اللي بيقول كده. هو الراجل ده شيخ فين بالظبط؟ معرفش. بقول لك ايه يا معلم، الراجل ده كان شكله في المعتقل، ولما خرج من تحت ايديهم بقى بيعمل في الناس اللي اتعمل فيه.